التحليلية من الميادين، قمة روسية سورية في الكرملين وبوتين للأسد، مشكلة سوريا هي الوجود غير الشرعي لقوات أجنبية على أراضيها. ماذا جرى في كواليس القمة؟ على ما اتفق الرئيسان وما أهمية زيارة الأسد في هذا التوقيت؟ الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام تحت عنوان معركة الدفاع عن الحق. هل ينجح تصعيد الأسرى في دفع الاحتلال إلى التراجع عن إجراءاته ضد الأسرى؟ مليون طفل أفغاني قد يموتون نتيجة نقص الغذاء. مساعدات إنسانية أم نوافذ جديدة للتدخل في أفغانستان بعد سيطرة طالبان؟ وفي قضية اليوم أسلحة الحروب الجديدة. أجهزة رصد وتعقب ومسيرات تراقب وأخرى تغتال، معدات جديدة باتت عماد الجيوش. هل انتهت الحروب التقليدية وبدأ عصر جديد في المواجهات العسكرية؟ مساء الخير. بوتين والأسد قمة مفاجئة جرت وقائعها في موسكو، في توقيتها الكثير من الدلالات وفي مضمونها العديد من الرسائل، أبرزها تلك التي قالها بوتين للأسد: مشكلة سوريا الأساسية هي الوجود غير الشرعي لقوات أجنبية على أراضيها. لم يأتي الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو لتلقي التهاني من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي مرت عليها أشهر، بقدر ما جاء لضبط عقارب الساعة مع الحليف الروسي بعد موجة من الأحداث شهدها الإقليم عموما والساحة السورية خصوصا على السواء، انطلاقا من الانكفاء الأمريكي في أفغانستان والعراق، مرورا بالترهل التركي في إدلب، وانتهاء بالتسوية في درعا. كلها عوامل تدعو إلى تنسيق بين موسكو ودمشق لاتخاذ قرارات جديدة. فماذا تصدر أجندة القمة الروسية السورية؟ المشكلة الرئيسية في رأيي تكمن في أن القوات الأجنبية موجودة في مناطق معينة من البلاد من دون قرار من الأمم المتحدة ومن دون إذن منكم، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي ويمنعكم من بذل أقصى الجهود لتعزيز وحدة البلاد ومن أجل المضي قدما في طريق إعادة إعمارها بوتيرة كان من الممكن تحقيقها لو كانت أراضي البلاد بأكملها تحت سيطرة الحكومة الشرعية. كان للرئيس السوري ما أراد. دمشق التي عادت أخيرا إلى حضن الوطن أحياء درعا الجنوبية بواسطة العسكريين الروس تستطيع أن تمضي قدما في تحرير الأرض. وقد مضى على هذه العملية الآن حوالي السنتين تقريبا، ولكن كما تعلمون هناك عوائق، لأن هناك دول تدعم الإرهابيين وليس لها مصلحة في أن تستمر هذه العملية بالاتجاه الذي يحقق الاستقرار في سوريا. وقامت بعض الدول بفرض حصار على الشعب السوري، حصار نصفه بأنه غير إنساني غير أخلاقي وغير قانوني. بعد ذلك نحن مصممون في سوريا كحكومة وكمؤسسات دولة على السير بالتوازي في عملية تحرير الأراضي وفي عملية الحوار السياسي. لصياغة مضمون القرارات التي يراد لها أن ترى النور، رافق الأسد فريق عمل للعمل مع فريق روسي. وحتى تبصر هذه القرارات النور، يستنتج من حديث الرئيسين أن موسكو ودمشق عازمتان على تغيير الواقع على الأراضي المحتلة عاجلا وليس آجلا، مع الاحتفاظ بهامش للمناورة السياسية لمن يرغب. سلام العبيدي، موسكو، الميادين. مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي، هذه القمة الروسية السورية تكتسب الأهمية، بأي أهمية نتحدث في التوقيت والنتائج ولا سيما بعد التطورات الأخيرة الأمنية في درعا جنوب سوريا؟ أهلا بك وفاء. طبعا بلا شك يعني يجب أن ننظر إلى هذه الزيارة من هذه الزاوية، ليس فقط زاوية المستجدات الداخلية المحلية الميدانية في سوريا، وإنما المستجدات في المنطقة ككل وعلى الساحة الدولية أيضا، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار الانكفاء الأمريكي في المنطقة، وأقصد هنا في العراق وفي أفغانستان، وأيضا الاتصالات التي جرت مؤخرا على مستويات مختلفة بين الإدارتين الروسية والأمريكية، والتي لبسنا من بعض التصريحات والتسريبات من تلك اللقاءات والاتصالات أن هناك أيضا نية للولايات المتحدة
بأن يعني لا أريد أن أقول الانسحاب من سوريا، وإنما هناك أيضا بعض الخطط بالنسبة للولايات المتحدة في سوريا، وهذا ربما ينسجم مع التوجهات الروسية والسورية، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار بأن الجانب الروسي والجانب السوري اليوم يتحدثان بكل مرونة وبكل شفافية وبكل وضوح بأن المشكلة الأساسية لإعادة الاستقرار إلى سوريا وطي صفحة الإرهاب في سوريا تكمن في وجود بؤر للإرهاب، وأيضا في وجود قوات أجنبية بشكل غير شرعي، وهذا يعني أن الإدارة الروسية تتفق هنا تماما مع الإدارة السورية في ضرورة معالجة هذين الملفين. ونحن إذا نستطيع أن نتحدث بأن ما جرى في موسكو بالأمس، خاصة إذا أخذنا في نظر الاعتبار بأن الرئيس الأسد لم يأتي لوحده وإنما مع فريق عمل كبير يضم مختصين في كافة الملفات بما في ذلك العسكرية، وأيضا إذا أخذنا في نظر الاعتبار الاتصالات الأخيرة بين موسكو وأنقرة وبين موسكو وطهران، فهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن ثمة شيء يحضر له، وأن ثمة أمور قد تتطور باتجاه المضي قدما في تحرير الأرض السورية، سواء كان بالسياسة أو بالعسكر. أنتقل إليك نسرين مراسلة الميادين من رام الله. لطالما كان هنالك الترحيب الفلسطيني بتفعيل عمل الرباعية الدولية، وهنا نسأل كيف تنظر الأطياف الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وحتى الفلسطينيون للدور الروسي بهذه القضية، وما الذي يمكن أن تطلع به في المستقبل؟ الفلسطينيون طبعا رحبوا ويرحبوا دوما بالدور الروسي، لانهم يعتبرون ان روسيا دوله صديقه لهم، وبانها على الاقل داعمه لحقوقهم الشرعيه ورافضه للخطط الامريكيه والاسرائيليه، تحديدا ما يتعلق بالقدس كعاصمه للفلسطينيين، ورفضت صفقه القرن ودعمتهم في مجلس الامن والجمعيه العموميه، وبالتالي هم دوما يتطلعون الى روسيا لتلعب دور اكبر. لكن الاشكاليه الكبرى ان روسيا لا تستطيع ان تلعب هذا الدور طالما بقيت إسرائيل ترفض أن تسمح لها أن تلعب بهذا الدور، ومن وراء إسرائيل طبعا واشنطن. واشنطن تريد أن تكون الداعمة الأساسية، وإسرائيل ترغب بذلك لأنها حليفتها الاستراتيجية. لكن وجود روسيا في سوريا ونفوذها في سوريا وربما أيضا في المنطقة العربية قد يمكنها في المرحلة القادمة أن تقدم المزيد للفلسطينيين، وأن تكون الدول العربية على الأقل الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال مدخلا لروسيا للضغط على إسرائيل من أجل مثلا العودة إلى طاولة المفاوضات. الروس دوما دعموا حل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين، بأن يكون هناك مفاوضات مباشرة ما بين الجانبين، بأن يكون هناك احترام لحقوق الفلسطينيين وتنفيذ للقوانين الدولية. لكن طالما بقيت إسرائيل ترفض السماح لروسيا بالتدخل، لن تستطيع روسيا إلا تقديم الدعم المعنوي وربما المادي أيضا للفلسطينيين على الأقل في المرحلة الحالية. أعود إليك سلام. تحديدا الرئيس بوتين قال للرئيس الأسد: بجهودنا المشتركة وجهنا ضربة للإرهابيين. بعد انتصار درعا وهذه الجهود الروسية السورية المنسقة، كل الأنظار تتجه الآن إلى الشمال السوري، فما هي الرؤية الروسية تحديدا وانعكاسات هذه الزيارة على التطورات، ولا سيما في التصعيد الآني الحاصل ما بين روسيا والمجموعات المدعومة من تركيا في إدلب؟ بداية، وفى الرئيس الروسي قبل أن يلتقي نظيره السوري بساعات شهد، بل بالأحرى قاد مرحلة الذروة في التدريبات العسكرية الاستراتيجية المشتركة مع بيلاروسيا الغرب 2021، وكان ذلك بمثابة استعراض عضلات واستعراض قوات هائلة للجيش الروسي. بعد ذلك التقى الرئيس بشار الأسد وسمعنا حديث عن هذه الأمور التي تتحدثين عنها بما في ذلك في إدلب. إذا هي يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع من وجهة نظر ومن زاوية أن لم يعد للجانب الروسي ولا للجانب السوري تحمل ما يجري في الشمال السوري، أي استمرار الاحتلال، استمرار وجود بؤرة إرهابية كبيرة مدعومة من قوى خارجية، ومماطلة الجانب التركي في تنفيذ التزاماته. وكانت هناك اتهامات واضحة من وزير الخارجية لافروف يوم أمس الأول للجانب التركي، ودعا الجانب التركي إلى أن يفكر جيدا، وقال أن هناك اتصالات تجري الآن بين العسكريين الروس والعسكريين الأتراك لحلحلة الأمور في إدلب.
إذا يمكن أن نقول أن ما جرى بالأمس في موسكو وكذلك التصريحات الروسية والتحركات على الأرض خاصة بعد تحرير الأحياء الجنوبية في إدلب من قبل الجيش السوري، كل ذلك يشير إلى أن الوقت قد حان لتوجيه إنذار لكل من لا يلتزم بالاتفاقات المعقودة من قبل سواء كان في إطار أستانا أو سوتشي. حان الوقت لأن تنفذ كل تلك المطالب وكل تلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وإلا لن يكون هناك خيار آخر، خاصة كما قلنا في البداية هناك انكفاء أمريكي وهناك عدم تفاهم أمريكي تركي. إذا الوقت ربما يبدو مناسبا، لذلك نسمع هذه النبرة التصعيدية الروسية السورية من موسكو في هذه القمة. إلى معركة الأسرى الفلسطينيين، هي معركة الدفاع عن الحق عنوان أطلقه الأسرى الفلسطينيون لإضرابهم الكبير عن الطعام رفضا لإجراءات الاحتلال بحقهم. موعد الإضراب يوم الجمعة المقبل، فهل يتراجع الاحتلال قبل بدء الأسرى بمعركتهم؟ 62 يوما والأسير كايد الفسفوس يقاوم بأمعائه الخاوية اعتقاله إداريا. حالة كايد الصحية بلغت مرحلة الخطر الشديد، والأسير ما زال مقيدا في سرير داخل سجن الرملة، وعائلته تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياته. ناقص من وزنه 30 كيلو، يعني كان 90 هالحين 60، ووضعه الصحي حرج لدرجة كايد بقدرش يعلق أجريه، كايد نظره صار مش كويس، كايد صار يشكي من أعضاء جسمه كلهن. كايد الفسفوس أحد 6 أسرى مضربين ضد اعتقالهم الإداري، وفيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عزلهم عن بقية الأسرى وترفض السماح لعائلاتهم بزيارة ذويهم، يستمر اعتصام عوائلهم أمام مقرات الصليب الأحمر في الضفة الغربية للمطالبة بإنقاذ حياة أبنائهم. المعلومات التي يعني تتسرب أحيانا عن طريق إعلام عبري أو معلومات بلا مصادر، ولذلك نلح في أن يقوم المحامين بالزيارة أو أن تقوم منظمة صليب الأحمر بالزيارة لطمأنة عائلاتهم وطمأنة الشعب الفلسطيني بشكل عام. السلطة الفلسطينية ومعها مؤسسات الأسرى أبدت تخوفها على مصير الأسرى الأربعة المتحررين الذين أعيد اعتقالهم، كما طالبت الصليب الأحمر بالتدخل الجدي من أجل معرفة مصيرهم وسط تزايد الأنباء عن تعرضهم للتعذيب داخل الزنازين الإسرائيلية. يعني باختصار متخوفون وقلقون كسلطة وكفصائل وكشعب فلسطيني على حياة هؤلاء الأسرى، لأننا نعرف أن العقلية الإسرائيلية هي عقلية انتقامية. في هذه الأثناء يهدد نحو 2000 أسير بخوض إضراب مفتوح عن الطعام الأسبوع المقبل وخوض معركة جديدة ضد السجان. استمرار سياسة القمع والتنكيل الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين من شأنه أن يفجر غضب الشارع الفلسطيني ليتحول إلى انتفاضة ثالثة في مواجهة الاحتلال. نسرين سلمي من أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة، الميادين. ونبقى معك يا نسرين. الأسرى يمهلون الاحتلال حتى يوم الجمعة للتراجع عن الإجراءات العقابية، ما هي الخطوات المرتقبة للأسرى في سجون الاحتلال؟ الخطوات أعلن عنها الأسرى فعليا هي البدء بإضراب تصاعدي عن الطعام، وأيضا حل التنظيمات في داخل السجون. حل التنظيمات موضوع خطير جدا، إسرائيل ترفض هذا الموضوع تحديدا، لأنه بهذه الحالة يصبح الأسرى فرادة يتعاملون مع إدارة السجون بشكل فردي، لا يوجد من يتحدث عنهم، لا يوجد من يحكمهم، كل أسير يستطيع أن يفاوض بقضيته لوحده، وبالتالي هذا يشكل ضغط على مصلحة السجون. الإضراب التصاعدي سيبدأ يوم الجمعة إذا لم تتراجع إسرائيل، بنحو 1300 أسير سيبدأون هذا الإضراب، وسينضم إليهم الثلاثاء الذي بعده نحو 200 أسير آخرين، ويتصاعد حتى يشمل كل الأسرى في سجون الاحتلال، إضافة طبعا إلى الخطوات الأخرى منها عدم اللقاء مع ممثلي السجن، مصلحة السجون، عدم التفاوض مع قوات الاحتلال، عدد من قيادات الأسرى، قيادات
التنظيمات تحديدا في سجون الاحتلال، قرروا أيضا أنهم سيبدأون في المرحلة لاحقة إضرابا مفتوحا عن الماء أيضا، وهذا تهديد خطير. إذا تتحدثي عن مجموعة كبيرة سيضربوا عن الماء، معنى هذا أن صحتهم ستتدهور بسرعة وستتصاعد الأمور. هذه التحذيرات لمصلحة السجون للاحتلال إذا لم تنفذ خلال الأيام المقبلة سنشهد فعلا تصعيد خطير في داخل السجون، لأن قوات الاحتلال تريد أن تثبت الآن للمجتمع الإسرائيلي، لليمين الإسرائيلي، بأنها قادرة على قمع الأسرى. والإعلام الإسرائيلي اليميني المتطرف يتحدث وكأن الأسرى في سجون الاحتلال يعيشون في منتجعات، في فنادق، يصورهم بأنهم يمتلكون الحرية ويتنقلون داخل أقسام السجن ولديهم ما يكفيهم من حياة كريمة داخل السجن، وبالتالي يريدون من حكومة بنت ومن مصلحة السجن أن تضيق عليهم، وبالتالي لا رهان فعلي على أن تقوم الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة بتخفيف من إجراءاتها. هي تريد أن تثبت أنها صاحبة القرار وصاحبة الكلمة الأولى، وبالتالي سنشهد مزيد من التضييق، ونحن فعلا على ما يبدو ذاهبون إلى معركة جديدة ما بين الأسرى والسجان. أنتقل إليك محمود واثق، محلل الميادين للشؤون التركية والأفغانية. محمود، بعدما جرى على الساحة الأفغانية، أين القضية الفلسطينية في حسابات طالبان ولدى الأفغان عموما؟ يعني بداية، القضية الفلسطينية حاضرة في قلوب الأفغان بكل أطيافهم وبكل توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية وحتى العرقية. أفغانستان تفاعلت وتتفاعل مع القضية الفلسطينية بكل المناسبات. أنا أتحدث بكل أطياف الشعب الأفغاني. فيما يتعلق بحركة طالبان، هي حركة دينية قومية قبلية، وبالتالي موقفها ليس شاذا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. هي مثل بقية التنظيمات الإسلامية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي هي ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لكنها مهتمة حاليا بالشؤون الداخلية لأفغانستان، وكحركة دينية تنتمي إلى المدرسة الديوبندية في شبه القارة الهندية، وبالتالي لا نجد صوتا مرتفعا لدى حركة طالبان فيما يتعلق بتفاصيل القضية الفلسطينية أو ما يتعرض له الفلسطينيين خلال هذه الأيام، وبالتالي هي منشغلة ربما بالشؤون الداخلية لأفغانستان، لكنها في الإطار العام هي مع القضية الفلسطينية وضد أي احتلال لأي بلد إسلامي. أعود إليك نسرين، ما هو المتوقع من ردة فعل الفصائل الفلسطينية المقاومة وكذلك الشارع الفلسطيني؟ وأيضا إذا أمكن الحديث عن واقع الأسرى، ولا سيما المقدمين الأكثر من 1000 أسير على الإضراب على الطعام، وما هي المعقوبات التي تقوم باتخاذها سلطات الاحتلال تجاههم؟ أولا دعيني أتحدث عن اليوم ما لاحظته في اعتصام الصليب الأحمر، بأنه كان هناك مجموعة كبيرة من أعضاء السلطة الفلسطينية متواجدين في اعتصام الصليب الأحمر إسنادا لأهل الأسرى، وتوجهوا بطلب. يعني كان هناك مجموعة من رجالات الأمن والمحافظة ووزير الأسرى توجهوا إلى داخل الصليب الأحمر وطلبوهم بالقيام بزيارات أو بالضغط من أجل زيارة الأسرى، تحديدا الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم والاطمئنان على وضعهم، لأن هناك تعتيم كامل على أوضاعهم وما يتعرضون له في أقضية التحقيق، ولا يوجد معلومات واضحة أو أكيدة عما يجري في داخل السجن وما يتعرضون له من تنكيل. بالنسبة لبقية الأسرى تحديدا، الأسرى الذين سيقررون الدخول في إضراب عن الطعام، هم يدركون أنهم سيتعرضون للتنكيل من قبل قوات الاحتلال، لكنهم الآن هم متعرضون لهذا التنكيل وللقمع. قوات الاحتلال تعزل معظم أسرى الجهاد الإسلامي، قامت بتفريقهم على معظم السجون. بقية الأسرى تم سحب امتيازات، يعني خاض الأسرى معارك كثيرة من أجل الوصول إليها. اليوم بحسب نادي الأسير والمؤسسات التي تعنى بأوضاع الأسرى، قالوا أن حالة الأسرى في سجون الاحتلال عادت إلى ستينيات القرن الماضي، وهؤلاء الأسرى خاضوا معارك بأمعائهم بدمائهم، استشهد منهم عدد من أجل الوصول إلى هذه الإنجازات، مثل موضوع الزيارة والفورة وحقهم بالدراسة وغيرها من الإنجازات. اليوم إسرائيل تسحبها تدريجيا، تحديدا موضوع الفورة الذي قل
مخلص، موضوع الكانتينا الذي فقط سمح لهم فقط نصف ساعة لشراء احتياجاتهم، وكانت وموضوع الصلاة، صلاة الجمعة، اللقاءات، الزيارات بين الأقسام، كل هذه سحبت من الأسرى. هم يتوقعون أن إذا خاضوا هذه المعركة، معركة الإضراب على الطعام، سيكون عزل للقيادات تحديدا، سيكون تفريق لهم على السجون حتى لا يكون هناك تواصل واجتماعات، سيتم حرمانهم من الزيارة، سيتم حرمانهم من الاتصال بذويهم. حتى الآن الأسرى الستة المضربين عن الطعام هم محرومون فعليا من الزيارة، محرومين من الاتصال بذويهم. الأسير كايد الفسفوس في وضع صحي خطير، أيضا الأسير القواسمي من مدينة نابلس أيضا في وضع خطير جدا، أهله ممنوعين من زيارته، ممنوعين من الاتصال به، المحامين حتى لا يزورون الأسرى، لا يطلعون. نعم نسرين، وكل ما يتسرب من معلومات هو فقط من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم. وفاء، مليون طفل أفغاني يعانون من نقص في الغذاء، فجأة تحرك ضمير العالم مع أفغانستان، والسؤال لماذا الآن؟ ألم يكن الوضع كارثيا أيضا في زمن الاحتلال الأمريكي؟ تهب رياح الشتاء على سكان أفغانستان راسمة مشهدين متناقضين، فرح في عيون أطفال يلهون بالثلج، وخوف يتملك آخرين مما يحمله هذا الفصل من مشاكل. هذا العام يبدو الشتاء أكثر قساوة على الأفغان، مليون طفل قد يموتون نتيجة نقص الغذاء، تحذير أطلقته الأمم المتحدة مؤكدة رصد أكثر من مليار دولار لتقديم المساعدات. أفغانستان تعيش إحدى أسوأ الأزمات الغذائية في العالم. على المجتمع الدولي إيجاد طرق لضخ السيولة في الاقتصاد الأفغاني لتفادي انهياره. نحتاج إلى تعزيز المساعدات الإنسانية وتوفير جسر جوي يصل إلى مناطق عديدة في أفغانستان. تشتد وتيرة التحذيرات عقب الانسحاب الأمريكي، ما يثير التساؤلات حول التوقيت، فلطالما تميز شتاء أفغانستان ببرده القارس ومشاكله التي لا تنضب، خصوصا لأولئك الذين يعيشون في المرتفعات. فيضانات، انهيارات ثلجية ونزوح، مشاكل استدعت على مدى سنوات من الحكومات السابقة بالتعاون مع المنظمات الدولية تقديم المساعدات ووضع الخطط استعدادا لما قد يحمله هذا الفصل. إذن لماذا لم نسمع هذا الكم من التحذيرات سابقا؟ يتخوف مراقبون من أن تكون هذه التحذيرات قد اتخذت منحا سياسيا في محاولة لرسم صورة لدى العالم بأن هذه المشاكل كانت أخف وطأة بكثير في زمن الوجود الأمريكي في أفغانستان، وبأن الأزمات تمكنت من أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة، وهو ما يعتبر مجافاة للحقيقة. محمود واثق، سؤال أساسي وتم طرحه في التقرير الذي أعده الزميل حسين السيد، لماذا التركيز الآن على الجانب الإنساني في الأزمة الأفغانية، ولا سيما بعد الانسحاب الأمريكي والقوات الغربية من البلاد؟ يعني بداية هذه الأزمات الإنسانية كانت موجودة في أفغانستان خلال العقدين الماضيين. الحديث الآن هو ربما هدف سياسي. الأمم المتحدة جميعنا نعرف أنها آلة ضغط للولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، وبالتالي تثير الآن هذه الأزمة الإنسانية أو أزمة المجاعة في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي، حتى ترسل الولايات المتحدة الأمريكية رسالة إلى العالم بأن تواجدها العسكري في أفغانستان كان سببا في تحسين الأوضاع المعيشة للشعب الأفغاني، بينما الحقيقة تقول غير ذلك. لكن التخوفات الآن هنا من المجتمع الدولي هو لمستقبل أفغانستان. يعني نحن نعلم بأن المئات من المنظمات الإنسانية انسحبت من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على المناطق، السفارات الأجنبية أيضا انسحبت من أفغانستان وخرجت من البلاد، وبالتالي هناك تخوفات حقيقية من أن تتحول أفغانستان إلى أزمة إنسانية وإلى أزمة مجاعة في ظل تجميد الأرصدة المالية لأفغانستان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا إحجام الدول المانحة لتقديم المساعدات للشعب الأفغاني في مختلف المجاعات. أفغانستان كانت ولا تزال تعتمد على المساعدات الدولية وعلى مساعدات المانحين، وبالتالي مع سيطرة طالبان وعدم رضوخها للشروط الدولية فإنه يتوقع أن تزداد المعاناة الإنسانية
في المستقبل القريب. نعم محمود، واليوم تم إقرار منح أكثر من مليار دولار من قبل الدول المانحة للجانب الإنساني في أفغانستان، ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى الزميل سلام العبيدي. ونحن نتحدث عن السيناريوهات الإنسانية في أفغانستان، سلام، تقول كل من الصين وروسيا أن العبء الأكبر في مساعدة أفغانستان على الخروج من الأزمة يقع على الدول الغربية في الشق الإنساني، لماذا؟ من أي خلفيات تتحرك روسيا؟ وهل تربطه بمواقفها السياسية؟ بلا شك وفاء، أولا لأن الغرب وحلف شمال الأطلسي هو من يتحمل المسؤولية كاملة عما جرى في أفغانستان، خاصة بعد الانسحاب أو الهزيمة الغربية الأمريكية من أفغانستان والكارثة الإنسانية التي ألمت في هذا البلد. هذا من جهة. من جهة أخرى روسيا وكذلك الصين بلا شك، ولكن أيضا يجب أن لا ننسى دول آسيا الوسطى وخاصة طاجكستان وأوزبكستان. نظرا عندما نتحدث عن النزوح واللاجئين، فإن أكثر هؤلاء هم من الإثنيتين الطاجيكية والأوزبكية، فإذا موجات النزوح ستكون في اتجاه هذين البلدين، ومنهما يمكن أن نتحدث عن موجة أخرى تنطلق نحو الصين ونحو روسيا، خاصة نحو روسيا باعتبار أن روسيا لديها حدود مع دول الاتحاد الأوروبي، ونحن اليوم نشهد مشهدا إنسانيا دراماتيكيا على الحدود الغربية لروسيا، وتحديدا على حدود يعني أقصد الدولة الاتحادية الروسية البيلاروسية، وتحديدا على حدود بيلاروسيا مع دول البلطيق وخاصة مع ليتوانيا. هناك الآلاف من اللاجئين الأفغان وكذلك العراقيين الذين وصلوا بطريقة أخرى إلى بيلاروسيا ويحاولون التسلل إلى الاتحاد الأوروبي عبر ليتوانيا. لذلك روسيا تستشعر هذا الخطر، ولذلك في كل مواقفها تدعو الغرب إلى تحمل مسؤولياته كاملة. وكما قال الزميل واثق، يعني روسيا دعت الغرب إلى عدم فرض عقوبات على كابول و عدم تجديد الأرصدة المجمدة، وإنما تحويل هذه المبالغ إلى العمليات الإغاثة الإنسانية في أفغانستان. وأيضا روسيا تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى أن تسهم في ذلك، وروسيا لا تريد أن تتكرر كوارث مثل تلك التي وقعت بالنسبة للاجئين السوريين الذين خرجوا إلى تركيا ومن هناك حاولوا الوصول إلى أوروبا، وتلك الصورة المأساوية التي شاهدناها على مدى أشهر. وهنا لأننا نتحدث عن الصورة المأساوية، رقم كبير نتحدث محمود عن 1 مليون طفل يعاني المجاعة، هل هو رقم حقيقي أم مبالغ به؟ وهل فعلا أفغانستان على شفا هذه المجاعة بالنسبة لتقارير صادرة مثل تقرير الأمم المتحدة؟ يعني ربما الرقم مبالغ فيه إلى حد كبير، خاصة أن الأمم المتحدة أيضا بحاجة إلى جمع الأموال من الدول المانحة من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وبالتالي هي تجمع المال. لكن هناك صورة حقيقية أيضا بأن طالبان الآن التي تسيطر على أفغانستان غير قادرة في توفير فرص العمل لملايين الأشخاص في أفغانستان، وغير قادرة أيضا في دفع المستحقات المالية للموظفين في القطاعات العامة، وبالتالي هناك هروب جماعي للأفغان باتجاه الحدود، سواء نعم محمود كان باكستان الإيرانية أو وغيرها من الحدود. هذه الصورة مأساوية بطبيعة الحال، وبالتالي أفغانستان الآن بحاجة إلى مساعدات عاجلة للخروج من هذه الأزمة. محمود واثق، سلام العبيدي ونسرين سلمي، شكرا جزيلا لكم. بعد الفاصل نحلل قضية اليوم، لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم. في قضية اليوم، لكل زمان خططه العسكرية وأسلوبه في المواجهة، تتصدر العشرية الأخيرة كلمة دراون أو مسيرة وحدها تنفذ مهام القصف والمراقبة أو الانتحار. السماء باتت مفتوحة ومنتهكة أمام الأقمار الاصطناعية، آليات تتحرك كما في ألعاب الفيديو لتنفيذ مهمات. فهل دخلنا في عصر جديد من المواجهات العسكرية؟ وهل انتهى دور الجيوش التقليدية؟
فوزير الدفاع الأمريكي تحدث عن تحول أمريكي في المواجهة قبيل الانسحاب من أفغانستان، فماذا قصد في كلامه؟ نشطاء السلام يتلون على مسامع الآلاف من تجار السلاح المدعوين لحضور أكبر معرض للأسلحة في لندن أسماء الشهداء الذين سقطوا في سوريا والعراق واليمن وفلسطين وغيرها من الدول بسبب الحروب التي شنت بأسلحتهم. إكليل من الورد وضع على مدخل معرض الأسلحة لاستذكار ضحايا الحروب. نحن هنا للاعتراض على إقامة معرض السلاح الذي تجري فيه صفقات بين الأنظمة القمعية وتجار السلاح، وعلى التجار التوقف عن المتاجرة بدماء الأبرياء. هنا تبدأ الحرب كما يقول هؤلاء المتظاهرون، حيث تعقد في معرض الأكسل بشرق لندن صفقات بيع أسلحة وأجهزة المراقبة والدرونز والطائرات الحربية بين أكثر من 1700 شركة حول العالم وممثلي أكثر من 100 حكومة تقدر بمئات ملايين الدولارات. إن تجارة السلاح أدت إلى حدوث حروب ومعاناة للكثيرين من الشعوب، ولا سيما في اليمن وفلسطين، ونحن هنا لمقاومة إقامة هذا المعرض الدولي للأسلحة، فالحرب تبدأ من هنا وتصدر الأسلحة من هنا، ونريد نحن أن نوقف هذا الأمر. المتظاهرون رددوا هتافات منددة بجشع تجار السلاح وطالبوهم بالتوقف عن المتاجرة بدماء الأبرياء. لا تكتفي الحكومة البريطانية بتصدير السلاح إلى الأنظمة القمعية برأي المتظاهرين، بل هي تسهم أيضا في إشعال الفتن والحروب حول العالم وتشجع على إقامة معارض أسلحة لتحقيق أرباح إضافية. مستصر لندن، الميادين. مراسل الميادين موسى سرور، تبقى معنا ونناقش معك قضية اليوم. نبدأ بالسؤال الأول، بأهمية انعقاد هذا المؤتمر الدولي للأسلحة تحديدا في بريطانيا، وما الذي تريده لندن أو تحقيق الأهداف من هذا المعرض؟ نعم، يعني هناك الكثير من الاعتبارات لدى الحكومة البريطانية في إقامة هكذا معارض في العاصمة البريطانية. أولا، للترويج للصناعات العسكرية البريطانية، خصوصا أن بريطانيا تريد كما تبين في موازنة العام الحالي أنها تريد أن تطور من أسلحتها العسكرية، خصوصا التكنولوجية والسبرانية، وبالتالي هي تريد أن تروج لهذه البضائع، فضلا عن أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تريد أن تحتل مكانة بارزة في العالم لجلب الاستثمارات، وتريد أن تحول بريطانيا إلى سوق مفتوح للاستثمارات الخارجية. أيضا هناك اعتبارات داخلية، أن بريطانيا تشهد أزمة اقتصادية خانقة، وبالتالي هي تريد أن تجد فرص عمل للعاطلين من العمل، وبالتالي هذه الاعتبارات لها أهمية كبيرة في الأجندة الحكومية الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية. الجنرال شارل أبي نادر، محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية، ما هي وسائل الحرب الحديثة التي نتحدث عنها؟ كيف أيضا تبنت هذه الجيوش التكنولوجيات المتطورة، وما هي التكتيكات بالنسبة لها؟ يعني بدأت تفرض نفسها هذه الوسائل الحديثة في جميع المواجهات والحروب عبر العالم. اللافت فيها هي نستطيع أن نتكلم عن اتجاهين أساسيين، الطائرات المسيرة أو درونز، والتي هي بمختلف المهام، قد تكون هجومية وقد تكون هجومية ومراقبة وقد تكون للمراقبة وحدها. هذا النوع من السلاح أثبت جدواه لأنه يمنع الخسائر للجيوش التي تمتلكها، هو فعال، يستطيع في حال تم هناك المواكبة بين المراقبة والرصد وبين الحرب الإلكترونية وبين الطائرات المسيرة أن يسيطر على مسرح واسع من الحروب. هذا الموضوع أيضا أثبت نفسه في عدة معارك ومواجهات. الأتراك استطاعوا أن يحسموا معركة ناغورني كاراباخ عبر طائرة مسيرة تدعى بيرقدار، وهي كانت فعالة. أيضا في ليبيا حسموا المعركة. إيران اليوم تحدث أو تفرض توازن معين في الحرب الحديثة بمواجهة قدرات متطورة عبر الطائرات المسيرة الفعالة، والتي لها عدة أبعاد وعدة مدايات وعدة مهمات.
اليمنيين استطاعوا أيضا أن يحدثوا توازن بمواجهة الأسلحة والقاذفات المتطورة عبر الطائرات المسيرة. هذا فرض نفسه. الاتجاه الآخر أيضا في هذه الوسائل الحديثة، نتكلم عن الحرب الإلكترونية والحرب السيبرانية. هذا النوع من الحروب أصبح أيضا عن بعد، تستطيع الجيوش التي تمتلكها أن تستهدف خصمها عن بعد، أن لا يكون هناك خسائر، تستطيع أن تستهدف القدرات العسكرية، أن تشل الأسلحة ووسائط الدفاع الجوي، القاذفات، الرادارات، وهذا فعال في المعركة، وأيضا تستطيع أن تشل المنشآت المدنية عبر الحرب السيبرانية. هذا النوع من الحروب المتطور بدأ يفرض نفسه. طبعا الدول القادرة والدول المتمكنة حتى الآن هي التي تسيطر على هذه القدرات من الأسلحة الحديثة. أنتقل إلى زميل ناصر اللحام، محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية. ناصر، كم وكيف تستثمر إسرائيل هذا الكيان بهذه الأدوات وهذه الأسلحة الجديدة، وما هي أهدافها وغاياتها؟ تحياتي وفاء. في الحقيقة إسرائيل من أول الكيانات في المنطقة التي استثمرت فيها التكنولوجيا الجديدة، لكن علي أن أغفل أن السبب كان هو هزيمتها في لبنان في العام 2000. بعد هزيمتها في لبنان وبشكل عاجل، ألقى شارون خطاباً مفصلا وقال انه على اسرائيل من الان فصاعد ان تحول نفسها الى جيش صغير وذكي. وفي العام 2003 اكدوا امام مؤتمر الليكود وقال نحن ماضون الى ان تكون اسرائيل جيش صغير وذكي. في 2006 هزمت اسرائيل، وهنا كان مفصلي اساسي في الخسائر البشريه في جنوب لبنان وفي الخسائر في المعدات، هزيمه المركبه. بعد ان لوي عنق المركبه في جنوب لبنان وفي حي الشجاعيه في غزه، لم تستخدم بعدها ولم تدخل إلى أرض أخرى. انتقلت إسرائيل إلى المسيرات والتنصت واستثمرت كثيرا في هذا الموضوع، سرقت التكنولوجيا الغربية والمال الغربي وباعت وتبيع ما بين 10 إلى 12 مليار دولار مسيرات وتنصت وتعقب. استثمرت في الهايتك وفي النانو بالذات، النانو وصناعة النانو، طورت أساليب التعقب. هناك سمكة جاسوسة وهناك أفعى مقاتلة وهناك ذبابة تتجسس، ولغاية الآن تستثمر، ومراكز ومعاهد علمية تابعة للجامعات أو تابعة للجيش. شركة رافائيل تستثمر كثيرا في هذا الموضوع، روجت لها وباعت. الغريب والعجيب والمفارقة أن جميع من اشتروا من إسرائيل هذه الأدوات الذكية خسروا في حروبهم، وآخرها حرب أمريكا في أفغانستان التي اشتهرت الطائرات المسيرة. بمعنى أنه الطموح كان عند إسرائيل أن تكون تتحول من جيش كبير وغبي إلى جيش صغير وذكي، فتحولت من جيش كبير وغبي إلى جيش صغير وغبي. مهم جدا يعني هذه الخلاصة التي وصلت إليها زميلنا ناصر. أعود من جديد إليك موسى. بريطانيا تاريخيا تصنف من أكثر الدول بالمراتب العالمية، وأتحدث على الصعيد الأوروبي، بأنها تبيع الأسلحة المحظورة وكذلك لقمع الشعوب. الدليل الأكبر ما جرى في تسليح السعودية وبحربها على اليمن، وفي أيضا يعني رفض لمسؤولين بريطانيين في الفترة الأخيرة بتعليق بيع الأسلحة للسعودية. هنا عن أي دور لبريطانيا وكيف تقارب من وجهة نظرها ذلك؟ في الحقيقة هناك تناقضات في السياسة البريطانية، السياسة الخارجية البريطانية. على سبيل المثال في المؤتمر أو المعرض الدولي للسلاح الذي يعقد في لندن، هناك 6 دول من الدول الموضوعة أو المصنفة في خانة المنتهكي حقوق الإنسان، من بينها السعودية والبحرين وبنغلاديش وغيرها من الدول، وهي يعني رغم أنها مصنفة في هذه الخانة إلا أنها مدعوة لحضور هذا المؤتمر لأنها تريد أن تبيع وتريد أن تستثمر في موضوع الأسلحة. هناك تقارير أيضا تحدثت على أن ما بين عام 2011 و 2020 صدرت بريطانيا بنحو 16.8 مليار جنيه استرليني، أي ما يقارب 20 مليار دولار، إلى الدول التي تصنف بأنها الدول الاستبدادية. وبالتالي هذه التناقضات في السياسة الخارجية البريطانية تشي بوضوح إلى أن الأولوية لدى الحكومة البريطانية أو الحكومات البريطانية المتعاقبة هو في يعني دعم سوق الصادرات الأسلحة العسكرية. وخير مثال أيضا على ذلك هو موضوع صادرات الأسلحة إلى السعودية. هناك دعوة قضائية كانت قد تقدمت بها منظمة كات، المنظمة البريطانية، عام 2019، وحكم أجبرت المحكمة البريطانية الحكومة البريطانية على وقف تراخيص بيع السلاح.
ولكن الحكومة البريطانية استأنفت عام 2020 وبررت ذلك بأن هناك بعض الحوادث المنعزلة، وبالتالي ليس هناك مخالفات كبيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي لا تزال هناك يعني معارك أو معركة قضائية، لا تزال المعركة القضائية مستمرة في المحاكم البريطانية. هي هذه ذاتها المنظمة، منظمة كات، استأنفت قرار الحكومة البريطانية، ومن المتوقع في الشهر المقبل أن تصدر قرارها فيما يتعلق بصادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، التي تقدر حتى الآن بنحو 7 مليارات جنيه استرليني، أي ما يقارب 11 مليار دولار. من بريطانيا إلى الحليف الأمريكي وإليك جنرال أبي نادر، كان ملفتا ما قاله وزير الدفاع الأمريكي أوستن بكلامه قبيل الانسحاب أو قبل الانسحاب من أفغانستان عن تحول أمريكا في المواجهة، ماذا قصد؟ يعني في متابعة لمسار الحروب الأمريكية أو التدخلات العسكرية الأمريكية عبر العالم وتاريخيا، نستطيع أن نقسم يعني هذه التدخلات ونماذجها إلى مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى كانت مثل حرب فيتنام، كان هناك مواجهات مباشرة واختراقات وحروب يعني بطريقة عنيفة ومتقاربة، وهذا الموضوع أسقط للأمريكيون عدد كبير وضخم، هو الآن ما زال يعني وصمة عار في تاريخهم العسكري. أيضا المرحلة الثانية تضمنت مزيج من هذه الحرب، من الحرب المواجهة المباشرة والنموذج الآخر المتطور والحديث عبر الطائرات المسيرة وعبر الحرب الإلكترونية. هذا الموضوع أو هذا الملف يعني لاحظناه أو تابعناه في الحرب في العراق، اليوم في الحرب في سوريا، الوجود الأمريكي والتدخل الأمريكي، الحرب في أفغانستان في المرحلة الأخيرة. في البداية، في بداية حرب أفغانستان كان هناك مواجهات مباشرة، الدوريات سقط أيضا قتلى بعدد ضخم للأمريكي. يبدو الآن يعني وزير الدفاع أنا بتقدير يذهب باتجاه نموذج آخر، هو يتخلى، سوف يتخلى عن المواجهة المباشرة، سوف يتخلى ربما عن الاختراقات وعن إمكانية أن تكون الوحدات العسكرية قريبة من الأعداء أو في متناول يد الأعداء. هذا الموضوع أيضا يدفعنا للقول أنه يتجه باتجاه تفعيل الحرب الإلكترونية، تفعيل الحرب السيبرانية والعمل والاعتماد على الطائرات المسيرة. ورأينا نموذج من هذه المعركة الأمريكية قبل الانسحاب مباشرة وبعد انفجار مطار كابول، عندما تم استهداف عناصر لداعش، تم ملاحقتهم إلكترونيا وتم استهدافهم بطريقة بطائرات مسيرة وأتت واستهدفتهم من خارج الأراضي الأفغانية. هذا نموذج بسيط ربما مما يقصده وزير الدفاع الأمريكي. أعتقد استنادا لهذا الموضوع يمكن أن نستنتج أن الأمريكيون يتجهون باتجاه الانسحاب من المناطق الاشتباك المباشر مثل سوريا مثلا ومثل العراق مثلا، وهذا لم يعد مستبعدا. وهنا نسأل أيضا عن الدور الإسرائيلي، خصوصا بأنه يمتلك هذا الكيان ناصر التسلح الثمين وهذا التفوق بالأسلحة. ذكرت قبل قليل الجيش الكبير والغبي إلى جيش صغير وغبي وليس الذكي. لماذا تخسر إسرائيل وتراكم الهزائم رغم كل ما تمتلكه؟ ما هي الأسباب والعوامل؟ يعني في السياسة وليس في الأمور العسكرية الذي يفتعل الحروب هم الطغاة، الشعوب الفقيرة غالبا مسالمة، الإمبريالية وعلى رأسها أمريكا هي افتعلت تقريبا تحافظ على مستوى 40 بؤر التوتر في العالم لتبيع الأسلحة. ونتجاوز هذه النقطة، لماذا الذي يمتلك أحدث الأسلحة لا ينتصر؟ لأنه يقتل لكن، والدليل على ذلك أنه الشعوب التي لا تمتلك هذه الأسلحة هي التي تنتصر. الآن إسرائيل تطلب وساطة مصر مع غزة، وهي أفقر مكان في العالم وأكبر سجن في العالم، تطلب وساطات الغرب والأردن وكل العالم من أجل التوسط مع الضفة الغربية كي لا تستمر الانتفاضة. شاهدنا في لبنان الآن يوسي كوهين رئيس الموساد يقول أخشى ويدنا على قلوبنا نحن الإسرائيليون، إذا تنسحب أمريكا من العراق فنحن أمام تحول كبير في المشهد. إذا لماذا هذه الدول التي تمتلك الصواريخ التي تستطيع أن تقصف العرب من فوق ألمانيا ومن فوق بحر قزوين، لماذا تخشى الشعوب التي لا تملك شيء ولا تملك سوى أدوات الدفاع عن نفسها؟ أعتقد لأنه مفهوم الحرب لديهم هو مفهوم تجاري، مفهوم استحواذي، وليس مفهوم الدفاع عن الذات، وهذا ما يفقدهم الانتصار في المعارك. أنا أستميح الخبراء العسكريين في القول انه عنصر الانسان سيبقى هو الاساسي في حسم الحروب، والنصر ياتي من صدور الرجال،
وليس حتما أن الذي يملك أحدث تكنولوجيا سلاح في العالم الآن هو الذي ينتصر، قضايا العادلة هي التي تنتصر. وفاء، هذا السؤال سنطرحه هذه النقطة ناصر بعد قليل على الجنرال شارل أبي نادر، وأعود إليك موسى سرور. رعاية بريطانيا لهذا المعرض الدولي للأسلحة، هل أثار أي ردود شعبية وسياسية بالداخل البريطاني؟ وسيما أيضا أريد التحدث معك عن مراقبة بريطانيا لمواطنيها، ما هي ردة فعل المواطنين البريطانيين، ترحيب أم انتقاد؟ بالتأكيد إقامة هكذا معارض أثارت الكثير من الغضب لدى الشعب البريطاني الذي يعاني كثيرا من أزمة اقتصادية خانقة. هذه الحكومة التي تبخل على مواطنيها في صرف أموال فيما يتعلق بإطعام الأطفال الفقراء في المدارس، هي تخصص المليارات من الدولارات للصناعات العسكرية. في الموازنة، موازنة العام الحالي، رفعت من مستوى ميزانية الدفاع بنحو 2%، وأصبحت من أكبر بريطانيا من أكبر الدول التي لديها يعني موازنة عسكرية الأضخم في أوروبا. هذا يعني فيما يتعلق بالمعرض. أيضا هناك اعتراضات من النشطاء لأسباب إنسانية، أيضا أن لندن على سبيل المثال هي التي تأوي عشرات الآلاف من المهجرين الذين قدموا من دول تعرضت لحروب ونكبات، وبالتالي في نفس الوقت الحكومة البريطانية ترعى هكذا مؤتمرات وهكذا يعني معارض لعقد صفقات بين تجار السلاح والحكومات المستبدة، الحكومات الدكتاتورية في العالم. كان هناك تصريح على سبيل المثال من عمدة لندن صديق خان الذي طالب المؤتمرين بالعودة إلى ديارهم، لأن هذا الأمر هو كما يقول يعني هو ضد المعاني الإنسانية، مخالف للمعاني الإنسانية التي والقيم التي تحملها العاصمة البريطانية. فيما يتعلق بمراقبة المواطنين، منذ عام 2013 عندما فضح وكشف إدوارد سنودن عن التوافقات والصفقات تحت الطاولة بين الاستخبارات البريطانية والأمريكية في تجميع معلومات عن المواطنين البريطانيين خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والواتساب، كان هذا الأمر له ضجة كبيرة في بريطانيا، وبالتالي استدعى هذا الأمر النواب في وضع قيود على مسألة التجسس على المواطنين البريطانيين. وإن كان هناك بعض، إذا صح التعبير، بعض الفجوات أو الثغرات التي تسمح للأجهزة الأمنية بحجة مراقبة الأجهزة الإلكترونية، مهم جدا. يعني كان هنالك شجب أو انتقاد للمواطنين البريطانيين لهذه الإجراءات وهذه الصفقات بين الاستخبارات البريطانية والأمريكية. أنتقل إليك جنرال أبي نادر، طرح السؤال الأهم الزميل ناصر، هل سيبقى العنصر الأساسي إرادة الإنسان في هذه الحروب؟ وضف عليها للأسف، بالنسبة لي الوقت قليل، ولكن أضف عليها سؤالي، هل يمكن القول بأن لا يمكن الاستغناء عن الأسلحة التقليدية في الحروب المقبلة في ظل الصراعات القائمة على المسرح الدولي؟ يعني أنا أتفق مع الزميل ناصر في هذا الموضوع. طبعا يبقى لعنصر القتال والإرادة والالتزام بالقضية هو أساسي، ويستطيع أن يحسم المعركة، خاصة إذا كان العدو يريد أن يدخل أو يحتل مساحات. عندما يريد العدو أن يدخل أو أن يحتل، هنا لا يستطيع الحسم عبر أسلحته وتقنياته الحديثة المتطورة، سوف يضطر للمواجهة وجها لوجه، وهذا الموضوع سوف يعطي الفرصة لمن يقاوم ومن يقاتل. هذه نقطة أساسية ومعروفة. يعني نعطي مثلا بسيطا في حرب تموز 2006 عندما حاولت إسرائيل الدخول، وأيضا في معركة سيف القدس وكيف امتنع العدو الإسرائيلي عن الدخول إلى غزة. النقطة الأساسية طبعا أنا بتقديري لا يمكن الاستغناء عن السلاح التقليدي، لأن السلاح التقليدي الهدف منه وخاصة بالنسبة لاستراتيجيات الدول الكبرى هو دائما الفتن والحرب الأهلية. لذلك الدول التي تبني استراتيجيتها على الفتن، على التوتر بين المناطق وبين الشعوب، وداخل كل دولة بين أطراف معينة ومكونات معينة لكي تستطيع أن تبقي نفوذها وسيطرتها، هي طبعا سوف
تبقي على إمكانية استعمال الأسلحة التقليدية بين هذه الأطراف لكي لا يتم حسم هذه المعارك ويبقى التوتر وتبقى السلطة وسيطرة هذه الدول النافذة عليها. ناصر، أختم معك. بين حسابات الربح والخسارة، ما هي نقطة ضعف الدول الغنية عسكريا، وهل هي ذاتها نقاط قوة الطرف الأضعف عسكريا؟ نقطة الضعف عند القوى القوية أن كل ما نتحدث عنه هو بيزنس واستثمار، يعني ليس للسلاح وطن. ونعرف كيف يتم بيع السلاح، ودائما هناك سوق سوداء. خذي مثال على ذلك النووي. الدول التي احتكرت النووي تمنع على الدول الفقيرة استخدام الطاقة النووية من أجل سد احتياجاتها، ما أدى إلى أزمات دولية كثيرة. الغريب أنه الدول الأضعف الأقل تسلح وحتى من دون سلاح مثل سويسرا هي أكثر استقرارا في الحكم، أكثر مستوى حياة لائق، والدول المتضخمة بالسلاح تئن تحت وطأة هذا السلاح. خذي مثال على ذلك إسرائيل، من الطائرات F-15 لحد F-35 لا تستطيع أن تطير بها، فتذهب لتتدرب في رومانيا. أخذت كل ما تستطيع أن تأخذ من سلاح، لكنها لا تستطيع أن تنتصر على طفل واحد في جباليا أو في مخيم جيني. ما أخذ بالقوة ناصر لا يسترد إلا بالقوة ورفع السلاح فقط للمقاومين وللمقاومة ومن تدافع عن أرضها وعرضها. شكرا جزيلا لك ناصر اللحام، الجنرال شارل أبي نادر وموسى سرور، كنتم معنا في قضية اليوم. والآن نصل إلى ختام التحليلية، في أمان الله.